فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟ أولا العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته كلام، فإنك تخاطب تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان تكلم من نهي عن المنكر، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إن من لغى فلا جمعة له.